برضه كباتن مصر رايكم في طارق ايمن اشرف شايفينه ايه؟ قول لي كابتن، لا كابتن كمون، عايز كابتن كمون الاول. لا اتفضل. لا هو هو بص، في اختلاف في الاراء. انا كمدافع ممكن افيدك كويس قوي، مع احترامي طبعا للكابتن توفيق، طبعا لكل احترام والتقدير، بيتكلم من الناحيه التحكيميه، لكن انا بكلمك من الناحيه الدفاعيه او الالتحامات من الخلف. هنا في تهور، تهور من ايمن اشرف برضه. في مع المنتخب كان في تهور برضه، يعني لما المنتخب ايمن اشرف مشدود اليومين دول، انا مش عارف ليه. فلازم، احنا مش هنتكلم في تفاصيل كتير، لكن دي رساله لايمن اشرف ان هو يهدى شويه في الالتحامات. من وجهه نظرك يستحق يعني ضرب؟ يستحق ضرب الجزاء. طرد. سوري. كابتن ابو الدهب كمدافع برضه زي كابتن كمونه، وانت من نجوم الدفاع انتوا الاثنين. انا ما كناش بنعمل تاكلين. انت ممكن تاخدها وانت واقف، وخصوصا ان الكره مش مؤثره فروده في نص الملعب، الحركه بطيئه واقف. لكن خلي بالك الحكام الاوروبيين دايما، النهارده كان الحكم فرنسي خلي بالك، فبالتالي العرقله من الخلف هم بيعملوه، يعني بيحسبوها مشكله كبيره، كارثه على فكره، فهي تستاهل طرد. لان انت المفروض، وانا قلت زي ما قلنا ان ايمن اشرف لعيب كبير، ان انت ممكن تقف وتتحرك. لكن خليني اقول لك يا فاروق، في حاجه حصلت في المباراه. انت النهارده بتتكلم على ضربه الجزاء، طب اشمعنى الحكم ما راحش شاف ضربه الجزاء في الفار وراح شافها؟ لا ما قاله، ما قاله في الاربيز وراح شافها بنفسه. ممكن تغير رايك، لكن انا خلي بالك هي ضربه جزاء، لان دي كان ممكن اوفسايد. ما رجعلوش برضه، هو ظلم ليه يا فاروق؟ لا ظلمك ليه؟ لان انت معين عشان يروح يبص. لا معلش، بس الجون اللي جه محمد شريف ضربه جزاء، اشمعنى رحت شفت ضربه، يعني الطرد بتاع ايمن اشرف، وما شفتش ضربه الجزاء؟ لان كان ممكن، كان ممكن، لا كانت ممكن يعني تغير سير المباراه. انا كابتن هو بيروح يبص يعني دي دينجر. ماشي ما انت ماشي، ما ممكن. طب ما ممكن برضه في الفار. طب اقول لك على حاجه، طب ما هو الهدف بتاع محمد شريف هو راح، طب ما ممكن يقولوا له ما يطرد، قالوا له في الاربيز. طيب ما هو يعني في حالات معينه، في حالات معينه بتقول يا كابتن ابو الدهب. لا انا بالنسبه للفار انا ممكن اكون شاكك. انت النهارده انت زي ما خليك، ما احنا بنقول الفار هو بيحسب يا كابتن، ولو هو الفار بياكد عليه او بيقول له تعالى بس. اوكي ماشي، يعني انا ما بتكلمش على كده، انا بكلمك ان انت كانت ضربه الجزاء دي كان ممكن تغير سير المباراه، ان انت كان النادي الاهلي في حاله هجوم واخد بالك، وان ممكن اجيب جول وارجع للمباراه تاني. محمد هاني كان ليه برضو احتمال ضرب جزاء فيها شك برضو. ووليد لعب كره حلوه قوي صراحه في العرض قوي. الكره اللي جت في العرض، ادي ثلاث فرص اللي انا بقول لك عليها. التحويل بقى فاروق اللي احنا ما كنا محرومين منه اول 45 دقيقه، شكل النادي الاهلي وشخصيه لعيبه النادي الاهلي طبعا التغييرات فرقت طبعا. طيب خلينا